ولدت لسبب من الأسباب أهلك بيختاروا لك اسم وبيعطوك إياه يضل معاك لكل حياتك زي خيالك بالضبط، ومن البديهي إنك ما تنساه. لكن في يوم من الأيام أنا نسيت اسمي. بعد يوم دوام طويل في الجامعة رجعت على السكن ونمت بعمق، وفجر 19 نيسان 2016 بحدود الساعة 3:30 صحيت على ضوء شديد مسلط بين عيوني، وجندي طويل عريض ضخم البنية وملثم بلثام أسود حاطط سلاحه براسي وبيسألني شو اسمك؟ وعيت صرخت بصوت عالي، بعدين جلست على طرف السرير بلشت أحاول أتذكر إنه إيش اسمي. احتاج مني عدة دقائق لحد ما تذكرت إنه صحيح أنا سلام. كنت طالبة في جامعة القدس في السنة الرابعة بكلية الصيدلة لما عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا غرفتي في سكن الجامعي في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، وكان معاهم مجندة واحدة. هاي المجندة مسكت إيدي شدتهم لورا وربطتهم بمربط بلاستيك، ونزلنا من السكن مشينا شوي لوصلنا للمعسكر القريب، وهناك كان في نسمة هوا باردة بتهب وأذان الفجر الأول بيتردد في مسامعي، وفي ذهني بفكر في آية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت أمام عيوني القدس القديمة، كان المسجد الأقصى المبارك واضح أمامي، لغاية ما إجت المجندة نفسها معاها عصبة سكرت على عيوني وانطفى ضوء العالم حوالي. مرت ساعات جيبات وشرطة ومخابرات وأنا بطلع وبنزل ومش عارفة لا وين أنا ولا إيش فيه، لغاية ما وصلت لمكان كان مركز تحقيق المسكوبية في مدينة القدس. إجت سجانة ملامح وجهها جافة جداً، أخذتني على غرفة فارغة تماماً وأخضعتني تحت الإجبار والتهديد لأسوأ امتهان ممكن يتعرض له الإنسان في حياته، التفتيش العاري. حاولت أرفض لكن قابلت رفضي بجملة واضحة: ما بدك ياني أنا أفتش؟ بنادي جندي من برا بيقوم هو بالتفتيش. فما كان في أمامي خيار. نفسها هاي السجانة أخذتني على زنزانة سمتها هوتل، مترين في متر ونص مغلقة بالكامل، عشت فيها لشهر كامل، شهر بلا ما أشوف السماء والشمس والهواء، بلا ما أسمع صوت أمي ولا أحضن أختي ولا أشوف وجهي على المراي إلا مرة واحدة. شهر مضيته بنفس الأواعي ليل مع نهار. في اليوم الخامس من التحقيق بلشت أحس بألم في مفاصلي بطني وظهري، وأدركت أنه هذا الألم هو ألم الدورة الشهرية اللي بتمر فيها أي بنت في العالم بشكل جدا طبيعي، ومحسوبتكم تعمل حالها صيدلانية وتفهم شوي في الأدوية. فرحت حكيت للسجانة بدي مسكن اسمه نكسين، وهاي الحبة الصفرة كانت الفخ اللي وقعت فيه. ضباط المخابرات صاروا عارفين إيش الظرف الفسيولوجي اللي أنا بمر فيه واستغلوه على الآخر. أسوأ وأشرس جلسات تحقيق مرت علي خلال شهر كانت في هاي السبع أيام. صراخ، مسبات، شتائم، اتهامات، أسوأ أشياء سمعتها بحق حالي وبحق أصحابي وعيلتي كانت في هاي الفترة. وأنا ويلي أفكر في ألمي الجسدي ولا إرهاقي النفسي ولا كيف بدي أوفر اللوازم لهاي الفترة، ولا في المصيبة اللي قدامي اللي اسمها محقق اللي طول الوقت بصرخ. المسكوبية عالم موازي، بعد شهر فيها بتحس إنه العالم برا كله بركض 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 وإنت ما حدا عارف فيك أبداً، وهي كمان تجربة ميلاد جديدة للإنسان. يعني أحكي لك، الإنسان قبل المسكوبية مش نفس الإنسان بعد المسكوبية.
مرت 10 أشهر داخل السجن، ويوم 29/1/2017 طلعت من السجن. رجعت على بيتنا، حضنت أمي وأبوي وإخوتي وخواتي بعد ما كان لي 7 أشهر بشوفهم من وراء فاصل زجاجي وبحكي معاهم على سماعة تليفون مخابرات السجن دائما مراقبتها. فتخيلوا كده بتوجع الفكرة. ثاني يوم الصبح صحيت تقريبا 7:00 من غير ما أضطر أوقف لضابط العدد زي ما كنت بعمل كل يوم على مدار فترة الاعتقال، بس لبست نفس النمط اللي كنت ألبسه أنا بالسجن، يعني البيجامة والبوت ويانس الصلاة. رحت على باب البيت، مسكت مقبض الباب بإيدي وفتحته لأول مرة بعد ما كان لي 10 أشهر ما بملك الحق إني أفتح الباب لما أنا بدي. ونزلت أكب الزبالة، لأنه للصراحة كنت كثير مشتاقة إني أكب الزبالة. فلما الوالدة تحكي لك خذ الزبالة وإنت نازل، خذها وإنت مبسوط، ترى في ناس بيحلموا إنهم يكبوها. خلال هاي الفترة اللي بعد ما طلعت بلشت أتعرف على سلام جديدة تتغير من سلام اللي كانت شخص بارد جداً لا يمكن استفزازه، لسلام اللي بتعصب إذا بتنسأل نفس السؤال مرتين. تحولت لشخص إذا بسمع حركة الساعة 3 الفجر حوالين البيت بتوتر، بعرفش أنام، بضل على أعصابي طول الوقت. وتحولت من سلام اللي بتحب الأكل وبتتلذذ فيه لسلام اللي بتنساه أو ممكن ما تحس أصلاً في طعمه. وفي مرة من المرات كنت في الجامعة بحكي مع دكتوري عن كيف أنا تغيرت، كيف علاقاتي مع الأشياء تغيرت، وكيف ردات فعلي كمان تغيرت. فحكالي سلام، الإشي اللي أنت بتحكي فيه في الطب بنسميه PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. أخذت كلمة الدكتور وبلشت أبحث جوجل ومش جوجل ومراجع وأقرأ، لحد ما قررت أنه أعمل مشروع تخرجي عن اضطراب ما بعد الصدمة عند الأسرى الفلسطينيين اللي تعرضوا لتجربة العزل الانفرادي داخل سجون الاحتلال. الدراسة استهدفت 300 من الأسرى والأسيرات اللي خاضوا تجربة العزل في فترات زمنية ما بين 24 ساعة ل7 سنوات. والنتائج كانت بتحكي إنه 78% من العينة تاعت الدراسة هم أشخاص بحاجة لرعاية طبية مختصة نفسياً لحتى يتجاوزوا آثار التجربة اللي تعرضوا لها. في الفترة اللي بين بداية 2017 لنص 2020 وأنا إنسان مثقل غاضب متحرق من الألم اللي في داخله، وكنت أفكر دائماً أنه مع مرور الوقت كل شيء رح يصير أحسن، بس الحقيقة كانت أنه كل ما بمر الوقت الأمور بتصير مشربكة في بعض أكثر، ما بين التحديات اللي كانت تطلع لي ما بعد التحرر وما بين الذكريات اللي أنا حملتها معي من السجن. في يوم من الأيام بشهر 6/2020 وصلت لنقطة الصفر. نقطة الصفر هاي كانت لما كنت بمر في مجموعة من الظروف اللي كلها كانت ضاغطة مع بعض. وقتها حسيت إنه جسمي رح ينهار تحت وطأة الضغط، إنه خلص. اتصلت في دكتورة كنت بعرفها من أيام زمان، أيام تطوع بال2015، اسمها دكتورة سماح جبر، طبيبة نفسية. دكتورة سماح دفعتني أخوض غمار تجربة العلاج النفسي على مدار 10 أشهر. خلال هاي التجربة فككت تجربة السجن، سمعت حالي بصوت عالي وأنا بحكي عن ذكرياتي وآلامي ومخاوفي وكل شيء بمر فيه، وبلشت أتعلم كيف أرتب هاي الأشياء وأتعامل معاها. أخذ مني 3 سنوات ونص لحد ما
فهمت أنا مالي وين المشكلة وكيف أتصرف معاها. اليوم أنا واقفة أمامكم بحكي خلاصة هاي التجربة لحتى غيري ما يحتاج كل هذا الوقت. بالآخر أنا وإنت وأربعة آلاف أسير وأسيرة موجودين داخل سجون الاحتلال بشر من لحم ودم ومشاعر، وإلنا الحق في أي لحظة نشعر إنه إحنا متألمين نعبر عن ألمنا. البطولة، الصورة التي لا غبار عليها، هي جزء من الإنسانية مش فوق الإنسانية. والبطل اللي دايماً بيبهرنا هو إنسان من حقه في لحظة ما يعبر عن تعبه، يعبر عن الألم اللي مر فيه من غير ما يكون خايف من نظرة اللوم اللي ممكن نطلع فيها عليه، إنه أنت بطل، يعني كيف يعني تتعب أو تبكي أو تحكي أنا محتاج مساعدة. السجن كان أوجع وأقسى تجربة مريتها في كل حياتي، لكنه أيضاً كان أعظم مدرسة دخلتها، تعلمت فيه كثير شغلات، فتح عيوني على مساحة وعي وإدراك هائلة ومؤلمة. وصدقاً في شغلات كنت أتمنى يا ريت لو أنا أصلاً ما عرفتها، لكن طالما صرت عارفتها فبحاول دائماً أوازن بين إني أحملها بمسؤوليتها وبين إنه أحافظ على قدرتي الإنسانية وشعوري وطاقتي. ممتنة للوقت الصعب اللي عشته في هذيك المرحلة من حياتي، ممتنة للأيام الثقيلة اللي مرت علي لأنها خلت مني اليوم سلام الشجاعة والرقيقة والمقبلة على الحياة بحب والمتصالحة مع الألم والذكريات. شكراً.